السلام عليكم ورحمه الله. كنتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. كما شفتوا اختي في هذا المقطع الاول، فالحاله هستيريا ديال الاخوات ديال المسنه المتغيبه اللي تقريبا دابا شهر ما بان لها اثار، واصابع الاتهام كامله كتشير الملقبه بالشلحه بان هي سبب وراء اختفاء هذه السيده هذه. فحسب اقاويل الاخوات ديالها كان عندها صراع مع هذه الجاره هذه، هي والابن ديالها اللي للاسف توصلنا باخبار بان هذاك ماشي ولدها، فقط كتدخلوا عندها كدير معها شي حوايج اللي هما خايبين. المهم نتوما راكم غادي تفهموا هذاك راه ماشي ولدها. وحاجه اخرى هو ان نهار الخميس اللي يعني نهار ثاني عيد كان واحد الخلاف بين المسنه والشلحه، كانوا دافزوا بيناتهم والجيران حاضرين وعارفين هذا الخلاف هذا وساكتين، قالوا هذا الشيء هذا لخواتاتها قبل ما يجيو البوليس، ولكن من جاو البوليس كل شيء سكت، كل شيء يعني تيقول ما عرفتش. خايفين ربما كل واحد خايف على راسه، ولكن شهادة الحق راه يعني مهمة بزاف الى ساعدوا هاد الناس يشوفوا حالتهم كي دايره. حشومة انهم يكونوا عارفين شي حاجة ويبقاو ساكتين. احنا عارفين بان راه كيخافوا على وليداتهم، كيخافوا على بزاف ديال الحوايج، ولكن راه السيدة متغيبة دابا اكثر من 28 يوم وقلوب خواتاتها محروقين عليها. هادشي اللي غادي يخلي ان الناس تقول داكشي اللي شافت واللي سمعت. والشرطه راه غادي تقوم بالخدمه ديالها وغادي تحمي الشهود بطبيعه الحال للاسف. فولد عمها حسب اقاويل اختها حتى هو كان عنده معها صراعات، وجابت له شي نهار البوليس ومن دابزات مع الشلحه قالت لها عندك تسحبيني انا ولد عمك، انا راه نقتلك ونصفيها ليك. يعني هذا خير دليل على انها فعلا دارتها وصفاتها ليها، ولكن غادي تكون ما خلاتش الاثار، ربما غادي تكون خنقاتها او قجاتها، لان كما قلت لكم في الفيديو السابق راه الكاميرا كاينه غير في الدرب اللي كيخرجوا منه من ديك الزنيقه، اما ملي كتدخلي لديك الزنيقه راه ما كيبقاش باين شنو درتي. يعني المسنه بانت راه دارت من ديك الزنيقه، ما عرفناش واش دخلات لدارها ولا ما دخلاتش، ولا من جات دخل شداتها دفعاتها ودخلات معاها هي وهذاك اللي معاها اللي تيقولوا ولدها هو راه ماشي ولدها. المهم هادشي اللي عرفت انا، وعلى حسب ما تيروج بان الملقبه بالشلحه راها عرجه، يعني ما غاديش تقدر تقوم بهاد المهمه بوحدها وهاد الجرم بوحدها، ضروري غادي يكون مساعده الشخص اللي معاها. داكشي باش لغد ليه هربات هي وياه، جمعات كل شيء ومشات، مع العلم ان المسنه كان عندها الذهب، كان عندها الفلوس، لاكارت ناسيونال ديالها حتى هي ما كايناش، تليفون ما كاينش، هزت ليها الصك في دوك المسائل، الاغراض الشخصيه كاملين داتهم، ما خلات لها حتى شي حاجه. شدات هذوك الحوايج ربما اللي كانوا لابسين، طاح لها مسكينه الزيف ديك السبنيه الكحله اللي كدير او الشبكه الكحله اللي كدير تحت داك الشال اللي كدير، لقاوه تما، لقاوه هو واحد جلابه موسخه وواحد الصابو ملويين ومخشيين في واحد القنت، وهي على عادتها انها ما كتخلي حتى شي حاجه موسخه، كتصبن كل شيء، يعني ماشي من عادتها انها دير الحوايج موسخين في هذيك البلاصه. فهنا كيبقى واحد الغموض كبير، وهاد الحويجات اللي لقاو المهم كيزيدوا ياكدوا لينا بان السيده راه ما خرجتش او ما يعني ما خرجتش من دارها بخطرها. ضروري ان هادشي فيه الريحه ديال جريمه قتل، فالله ياخذ الحق والله يبين الحق في هاد السيده هذه اللي غصبت خواتاتها ويعني وحرقت لهم قلوبهم ومعيشهم في الالام يعني هاد المده كامله. ولكن واحد النهار غادي تبان الحقيقه،
وضروري خاص تدخل الشرطة العلمية، لأن هي اللي غادي تساعد على فك اللغز هذا وعلى الحقيقة. كنتمنى اخوتي انكم تكتبوا لي لايك لي بارطاج، وما كرهناش ان الصوره ديال الملقبه بالشلحه انها تروج في مواقع التواصل الاجتماعي، باش نستطيع اننا نتعرفوا عليها باش تلقى في اقرب وقت ممكن. هي اللي خرجتها، هي اللي خرجتها، هي اللي قتلت، هي اللي قزرت، هي كل شيء دارته هي، ما دخلت واحد الزنقه الا هي اللي دخلت، هي اللي قزرت. تبان دابا، تبان لينا باي طريقه تبان. ها ما كانش شك، ما بقاش شك، ما بقاش درك شك، واصل ليا كل شيء تيزري. ما سناهاش كاع، مالها فين دارت؟ طارت، طارت هذه اختي، طارت هذه اختي، ولا فين مشات؟ لا مشات لكم، مشات اختنا، مشات حتى البلاصه، في الباليزه، في الباليزه، في الباليزه. يعني رجال العمل دايرين خدمتهم، دايرين اكثر من خدمتهم، دايرين اكثر من خدمتهم، دايرين اكثر من خدمتهم. ما كاين حتى حاجه، ما كاين. حنا راه جهنا، حنا راه جهنا، راه شهر، راه قبل ما نشهر حنا تروح حنا تنقلبوا. حنا راه ما سالتينا العافيه، راه سالتينا العافيه، راه سالت فينا العافيه، راه بزاف هادشي، راه بزاف على ضرائم هذا، راه هادشي راه كثير بزاف. الله يخلي لنا سيدنا وقف معانا على هاد المجرمه اللي دارت اختي هاد الحاله، قردت وداتها ولا ما تنداتها. اش هاد المنكر؟ اش هاد الفعيل؟ اش هاد المنكر؟ اش هاد الفعيل؟ اش هاد المنكر؟ السيده اش دارت؟ اش دارت هاد السيده؟ امراه كبيره داخله تشق راسها، كلشي تيتسكى، كلشي تيعاود على اختي، كلشي تيعاود على اختي، كلشي تيعاود على اختي. كون اختي كانت ما مزياناش، قلنا ما مزياناش، علاش دير لها هاد الحال؟ مالها؟ اش دارت اختي؟ اش دارت اختي؟ اش دارت اختي؟ وانا ندير اختي؟ اش دارت هادي اختي؟ تتخرج، اش دارت هادي خالتي؟ تتدخن، تتخرج، اش دارت لهاد الجار؟ دارت لهاد الحالة كاملة، ها؟ اش دارت ليا؟ اش عملت ليا؟ ناضت قداتها ودارتها في الباليزة وخرجتها، ندعيو الله ياخذ فيها الحق، ندعيو الله ياخذ فيها الحق، حيت ما عندها لا حنين لا الحين، ما عندها حتى شي واحد، ما عندها لا وليدات ولا حتى شي حاجة، ما عندها، عندها خواتاتها، عندها خوها، علاش؟ علاش؟ دارت دارها كامل، علاش؟ وغارت منها وقداتها، وغارت منها.